الرامي، نقطة لفاميا يا جماعة. والكابتن فارس بيرجع الكورة في وسط الملعب، والحماس هيقطع بعضه هنا. سقة جاهز؟ فارس جاهز؟ يلا يلا سقة، نشر يا سقة، زقها يا سقة. 1-0 لأحمد فهمي، وأحمد مركز، خلي خط الدفاع، خط الدفاع يا فهمي، الزقة، رجع الكورة في النص، اللي هيشوط أقوى هو اللي هيكسب. الكورة هتموت. يلا مين اللي هيلم الكور دي كلها؟ محدش عارف. يلا أوكي. فهمي فاضل دقيقة ونص على من وقت اللقاء. الكورة مثبتة. أحمد السقا بيحاول طبعا. يلا يلا، هي تقريبا في نص الملعب دلوقتي، والكورة حيرة طايرة ومثبتة في نص الملعب. 40 ثانية ولغاية دلوقتي 1-0 لأحمد فهمي. فهمي بيقرب. يلا يا جماعة، فهمي 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 ايوه بس فهمي متحمس قد ايه. فهمي والسقة بيدافع وفهمي بيهجم. دلوقتي السقة هو اللي بيدافع عن الخط الابيض. فاضل 10 ثواني. 8 7 6 5 4 3 2